على مدار سنوات خلقت الرياضة القتالية المصارعة جمهور واسع وحققت اهتمام دولي وعالمي كبير، واقتصرت نوعية اللاعبين المشاركين بهاي الرياضة على أشخاص بيملكوا ميزات وصفات معينة ما بيملكها الجميع، أبرزها القوة، قدرة التحمل والصبر. وكان احتراف المصارع لهاي اللعبة قادر على إبراز اسمه واسم وطنه بسماء العالم، مثل فلسطين اللي كان لها حصة كبيرة بهذا المجال، ليتصنف المصارع علي أبو رميلة ابن مدينة الخليل بالأول عالمياً في لعبة المصارعة بوزن 57 كيلوغرام ضمن مشاركته في البطولات الاحترافية القارية والعالمية مع المنتخب الفلسطيني للمصارعة، واعتبر هذا التصنيف الأول بتاريخ فلسطين والوطن العربي أجمع. علي أبو رميلة اللي بيبلغ من العمر 26 عام درس التربية الرياضية في جامعة أولوداغ في مدينة بورصة التركية، وانضم بوقتها لنادي بورصة وخاض تدريبات مكثفة على يد مدربين مهرة. هذا هو علي أبو رميلة المصارع الفلسطيني يلي اتخذ من التحدي قانون حياة.